اهلا بكم. الوداد وصن داونز في سيمي فاينل دوري الابطال في الدار البيضاء في المغرب 0-0، نتيجه مش مطمئنه للغايه للاشقاء في المغرب. صن داونز انضف كوره في القاره على الاطلاق، فريق اوروبي يستحق البطوله الافريقيه، فريق اوروبي يستحق البطوله الافريقيه يا جدعان. الاهلي العريق وجماهيره العظيمه عاملين له الف حساب، وبصراحه الفرقه يتخاف منها يا جدعان. فريق مرعب للغاية، بيمتلك عناصر مرعبة وبيلعبوا كرة على الأرض ممتعة للمشاهد وممتعة للعين يا جدعان. مدرب وحارس، عندهم حارس مخضرم اسمه ويليامز، عندهم مدرب يمتلك الدوافع. صن داونز من وجهة نظري بيضع قدمين في نهائي الأبطال، مش قدم واحدة بنسبة تفوق 70%. الوداد بقيادة فاندر بورك أخطأ كتير النهاردة من وجهة نظري. تقول لي إزاي؟ أقول لك أولا مبدئيا الوداد واقع بدنيا يا جدعان، الوداد فريق واقع بدنيا، 50 دقيقة كاملة مش هقول لك مطرود منه اتنين، لا بيلعب 10 لعيبة لمدة 50 دقيقة صن داونز، فكك من الطرد التاني لأنه كان في الوقت بدل الضايع، ما قدرش الوداد يفك الشفرة بتاع صن داونز على الإطلاق. زهير المترجي أضاع فرصة عمره النهاردة، وكمان فاندر بورك تغيير حميد أحداد خطأ بالنسبة لي، حميد أحداد خارج الفورمة، مش هو بس وعبد الله حيمودي ومؤيد اللافي وزهير المترجي ومحمد أناجم، معظمهم خارج الفورمة النهاردة. حميد أحدادي كانش ينفع ينزل النهاردة، كان عندك مهاجم خط وسط أيمن الحسوني 10/10، كان لازم تدفع بيه. عموما الوداد ما قدرش يستغل الفرص على الإطلاق. 0-0 في المغرب نتيجة صعبة للغاية، المفروض كان هدف وسط جمهورك وسط أرضك تتسند عليه في ماتش العودة في جنوب أفريقيا. الفرقة دي أساسا لو رحت لها وانت أساسا كاسب 1-0 بيشيلوك الطين، فيبالك رايح 0-0، رغم ان ماتشات السيمي فاينال في دوري الأبطال بين فرق متكافئة 0-0 النتيجة مش وحشة، ومفروض تروح 60-40-50-50-50 عادي، تسجل هدف 1-1 تتأهل لنهائي الأبطال. رجال المغرب قادرون من وجهة نظر الشخصية، الوداد ورجاله لو في حالتهم قادرون. المغرب دايما عودتنا على تخطي الصعاب، وفعلا لعيبة المغرب وفكرهم اتطور كتير، ولكن الماتش صعب للغاية، ولعيبة الوداد ومدربه صعبوا الدنيا على جمهور الوداد العظيم. نتمنى من الأعماق كل الدعم للأشقاء بالتوفيق بمشيئة الرحمن في فعل المستحيل في جنوب أفريقيا إن شاء الله، والتأهل لنهائي دور الأبطال لملاقات الأهلي المصري. دمتم في أمان الله.